بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الثامن والسبعين بكورس المايكرو كنترولر والإمبيدد سيستمز. نستكمل النهاردة كلامنا عن الكان كنترولر في الـ STM32F4. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الترانسميشن، هنتكلم المرة دي على الريسبشن هاندلينج. أول حاجة عندنا طبعا لما بيكون مفيش أي حاجة استقبلناها قبل كده، بيكون الـ المكان اللي احنا هنستقبل فيه او الفيفو بافر بتاعنا بيكون ابدي. طبعا علشان ان احنا يجي لنا مسج او يجي لنا حاجة نحطها في الفيفو بافر، المكان اللي احنا بنستقبل فيه، محتاجين ان احنا يكون عندنا valid message، او المسج اللي احنا استقبلناها تكون valid. بتكون valid عن طريق ان هي طبعا تكون الكان بروتوكول مطابقه ليه، يعني الايرورز وكل حاجه الفريم بتاعها زي ما الكان بيقول. وبعد كده بتدخل على الفلترنج وتعدي الفلترنج، طبعا معناها ان احنا بنكون عاملين سيت اب للفلترنج وعارفين ان احنا المسج دي متوقعينها او عايزينها. لو ما كانش احنا عايزينها او ما كناش متوقعينها بنعمل لها ديسكارد. فده معناه ان احنا عندنا valid message. ال valid message بتروح على الفيفو وبتتسجل، وبيكون عندنا دلوقتي في الفيفو بتاعنا ال state بتاعته كانت empty الاول، دلوقتي بقت pending. وهنا عندنا ال if mp bit اللي بتحدد عدد المسج في الفيفو بقت بواحد، معناها ان احنا عندنا رسالة في الفيفو بتاعنا. لو حبينا ان احنا نقرأ الرسالة ممكن بنقراها عادي، وبعدين بعد ما بنخلص القراية بنروح عاملين ريليز للميل بوكس. ريليز معناها ايه؟ معناها ان الكان كنترولر عارف ان احنا قرينا الرسالة دي، وممكن ان هو يمسحها او يحط عليها رسائل جديدة لو هو استقبل. وطبعا بيقلل عدد الرسائل اللي موجودة، يعني هنا كانت استقبلنا رسالة، كان بقى عندنا الفيفو بيندينج، كان عندنا رسالة واحدة، وبعدين بعد ما قريناها وعملنا ريليز بقى عندنا صفر. هكذا لو كان عندنا بيندينج واحد استقبلنا كمان بقت بيندينج اتنين، استقبلنا كمان بقت بيندينج تلاتة، كده عندنا تلاتة، والميل بوكس بتاعنا اللي هو داخل الفيفو أقصى حاجة ليه تلاتة. فلو استقبلنا حاجة تانية بنروح للأوفرلان. الأوفرلان معناها إن احنا لو هنستقبل حاجة جديدة يبقى عندنا الحاجة اللي احنا استقبلناها دي في حاجتين، يا اما هنكتب على القديم ومعناها ان القديم اللي هو السوفت وير ما قراهوش هيضيع، او الرسالة الجديدة مش هنلاقي مكان نكتبها وكذلك هنضطر ان احنا نرميها، ومعناه ان في كلتا الحالتين في داتا في كلتا الحالتين في داتا بتضيع. وده بيكون عندنا كذلك هنا الاوفر ران فلاج بقى بواحد، معناها او بنعرف ان احنا عندنا في اوفر ران حصل. في حالة الاوفر ران طبعا لازم السوفت وير الكان مش هيقدر يعمل اي حاجة غير ان هو يا اما يتجاهل الرسائل، فلازم السوفت وير يقرا وبعدين يعمل ريليز 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 علشان يفضي مكان للكان كنترولر يكتب في الرسائل اللي جاية جديد. عندنا هنا الريجستر الخاص بالكلام ده، طبعا ده الفيفو ريجستر، هنا عندنا زيرو، في عندنا ريجستر تاني للفيفو واحد، عندنا اتنين فيفو كل واحد فيهم بيحتوي على تلات رسائل او اقصى ساعة لتلات رسائل. عندنا اول حاجة ال FMB او اللي هي المسج بيندينج، ودي طبعا معناها او بيتكتب فيها رقم الرسائل اللي هو هي بواحد، معناها ان احنا عندنا رسالة واحدة بيندينج، لو عند اتنين بيندينج وهكذا. عندنا الريليز اوتبوت ميل بوكس، طبعا الريليز زي ما قلت ان السوفت وير لما بيقرا رساله معناها ان هو خلاص يعني قراها ونسخها في الرام او اي حاجه، فبعد كده لازم يقول للكان كنترولر ان انا قريت الرساله دي، والكان كنترولر بقى ممكن يمسحها علشان يفضي مكان، فده بيعمل كانه بيعمل ريليز، فلازم السوفت وير بيقرا وبعدين يروح عامل لها ريليز. لما بيجي يعمل ريليز بيروح الكان كنترولر مجهز له الرساله اللي بعديها علشان السوفت وير يقرا، فلازم كل ما قبل ما نقرا او طبعا في الاول خالص لو احنا كان عندنا رساله ان قريناها تمام يبقى لازم ان احنا نعمل ريليز علشان نقرا اللي بعديها، ولازم نعمل ريليز علشان نقرا اللي بعديها وهكذا، فلازم ان احنا
دايما نعمل ريليز للميل بوكس علشان نقدر ان احنا نقرأ الرسالة اللي بعديها. عندنا كمان 2 بيتس هنا خاصين بالاوفر ران والفول. لو الفيفو فول طبعا معناها ان في 3 رسائل ما نقدرش ان احنا نكتب كان، ولو جت رسالة جديدة هيحصل اوفر ران، والحالة دي اللي هي اوفر ران هيكون عندنا الاوفر ران فلاج. طبعا ده المفروض ان احنا بنعمل تشيك، والمفروض ان احنا في الحالة العادية نقرا بسرعة اكتر اسرع من ما الرسائل بتيجي علشان ما يكونش عندنا اوفر ران. عندنا هنا الكنترول ريجستر، وده في اللوك مود. طبعا انا قلت قبل كده ان احنا في عندنا حالتين بيحصلوا لما بيكون عندنا اوفر ران، ده بتتحدد عن طريق ريسيف فيفو لوكت مود. لو هي كانت بزيرو فمعناها عندنا not locked on overrun، معناها ان احنا ما عندناش locked mode، يعني الفيفو مش لوك، فمعناها ان الفيفو هيتغير، معناها ان اخر رسالة استلمناها لو استقبلنا واحدة جديدة هتعمل overwrite للقديم. لو كان الفيفو معمول له لوك ما كان locked، فمعناها ان اي رسالة جديدة هنستقبلها هنتعمل لها discard، واخر 3 رسائل استقبلناهم في الفيفو مش هنعمل فيهم اي حاجه، هيفضلوا زي ما هم لحد ما السوفت وير يقراهم. لو السوفت وير ما قراناهمش واستقبلنا رسائل جديده، الرسائل الجديده اللي احنا استقبلناها هيتعمل لها ديسكارد. بالنسبه للفيفو ميل بوكس طبعا عندنا الداتا عارفين 8 بايتس بنخزنهم في الداتا لو ريجستر والداتا هاي ريجستر. عندنا كذلك الايدنتيفاير، عندنا هنا الستاندرد او الاكستندد ايدنتيفاير، ده الجزء الثاني بتاع الاكستندد ايدنتيفاير، وكذلك الجزء الثاني بتاع الاكستندد ايدنتيفاير. طبعا الاكستندد ايدنتيفاير معروف ان هو 29 في 11 منهم و18 تاني، ال 11 دلوقتي اللي هم بيكونوا مكان الستاندرد ايدنتيفاير. عندنا الـ IDE اللي بتحدد لو في extension أو لأ، وعندنا كذلك الـ RTR بتحدد الـ remote. طبعا دولت اللي هم في الرسالة اللي احنا استقبلناها، فنقدر نعرف الرسالة اللي احنا استقبلناها ايه الـ identifier بتاعها وهل هو extended أو لأ، ونعرف هل هو remote أو لأ. فطبعا لو هو remote معناها ان مش هيكون في data فنتجاهل الـ data. عندنا هنا كذلك الـ DLC ودي موجود في الـ data length كنترول اند تايم ستامب ريجستر. ال دي ال سي طبعا عارفين ان هو بيحدد لنا عدد الداتا اللي موجوده او اللي احنا استقبلناها، وبيكون دايما من 0 ل 8. بالنسبه للفلترنج عرفنا طبعا الفلترنج هو اول حاجه بتتم لما بتيجي الرساله، طبعا الرساله اللي بيتم استقبالها عادي بعدين بتدخل على الفلترنج، ولو كان الفلترنج اوكي يعني حصل ان هي ماتش وقررنا ان احنا عايزين الرسالة دي فهنروح حاطينها في الفيفو. هنا بقى الخطوة دي اللي هي خطوة مهمة جدا علشان نحدد ايه الرسائل اللي احنا عايزينها او ايه الرسائل اللي احنا مش عايزينها. بالنسبة لي الكان كنترولر في ال STM32F4 في 28 فلتر، 28 فلتر فلتر بانك من 0 ل 27. يبقى عندنا فلتر او فلتر بانك من يعني دي لو 0 لحد 27. كل فلتر بانك منهم فيها 32 يعني 32 بيتس ريجستر. فلو افترضنا ان ده 32 بيت ريجستر وده كذلك 32 ريجستر، فعندنا من 28 مضروبة في 2 ريجستر، يعني العدد الكلي هيكون 56 ريجستر. بالنسبة للكونفيجريشن الخاص بالفلتر عندنا نوعين من الكونفيجريشن. أول حاجة عندنا السكيل. السكيل فيه منه حاجتين، يا إما كل 32 ريجستر بنستخدمه كسنجل فلتر، يعني ده بيكون سنجل فلتر ده بيكون سنجل فلتر وهكذا، أو بنستخدمه كاتنين. لو هو طبعا 32 فهيكون عندنا مثلا هيكون عندنا هنا 2 لكل 32 ريجستر، هيكون 2 عبارة عن 2 16 بيت ريجستر، فده بنسميه يعني هنا عندنا النوع الأولاني اللي هو السنجل والنوع التاني اللي هو الدول.
السنجل ده بيكون 132 والدول بيكون 216 بت. فده دولت النوعين اللي هما خاصين بالسكيل، ده الجزء الخاص بالسكيل. الجزء الخاص التاني يعني احنا عرفنا ان عندنا السكيل وعندنا حاجة تانية اللي هي المود، دولت الكونفيجريشن او الاتنين كونفيجريشن الرئيسيين لأي فلتر. يبقى عرفنا ان احنا عندنا 28 فلتر، عندنا بنك كل بنك منهم فيها 2 32 بت ريجستر، التوتال 56. كل ريجستر منهم ممكن يتعمل له سكيل لوحده او كل فلتر بنك. كل فلتر بنك معناها ان احنا ما ينفعش نخلي فلتر بنك واحدة لان احنا عارفين فيهم 2، فما ينفعش نخلي واحد منهم اللي هو 32 لوحده و2، لا لازم الفلتر بنك كلها هتبقى الاتنين، فالاتنين هيستخدموا كسنجل او الاتنين هيستخدموا كل واحد منهم كدول، هيكون عندنا في النهاية 4 لكل فلتر بنك. فده في حالة ان احنا عايزين نعمل كونفيجريشن للسكيل. السكيل في منه سنجل وفي منه دول. لو عايزين نعمل ليه كونفيجريشن للمود عندنا حاجتين، عندنا الماسك مود وعندنا الايدنتيفاير مود. بالنسبة للماسك مود عندنا بيكون في عندنا الفلتر ريجستر، بنستقبل احنا الاي دي على سبيل المثال. الماسك ريجستر او الفلتر ريجستر ده بنحط فيه البيتس او بنكتب فيه البيتس اللي احنا عايزين نقارنها مع الاي دي. طبعا بيكون عندنا ريجستر تاني لان احنا عارفين الفلتر بانك بيكون فيهم حاجتين، فبنكتب في واحدة منهم على سبيل المثال الماسك، فبنستقبل الاي دي واحنا عندنا هنا الماسك ونقارن بين الاي دي اللي احنا عايزينه والماسك بتاعنا. لو كان الفلتر بواحد فمعناها ان احنا لازم يكون سوري لو كان الماسك بواحد فمعناها ان لازم البت دي تكون مطابقة في الاي دي اللي احنا عايزينه مع الاي دي اللي جاي. لو افترضنا ان احنا مثلا عندنا عايزين نستقبل الاي دي ده والاي دي بتاعنا كان على سبيل المثال هكذا، هيكون عندنا ماسك، الماسك هيكون هكذا 0 0. لو افترضنا ان ده 0 كمان وده 1، فده ده الماسك بتاعنا. هنشوف اول حاجة ده الاي دي بتاعنا اللي احنا عايزينه، ده اللي هو اللي احنا هنقارنه بالاي دي اللي احنا استقبلناه، وده الاي دي اللي احنا استقبلناه اللي هو الريسيفد، وده ده الماسك. زيرو معناها don't care، فمعناها ان احنا مش هنقارن زيرو، مش هنقارن ده كمان، مش هنقارن ده كمان، فده معناها ان هو اوكي بالنسبة لنا، يعني اللي هو اللي استقبلناه سواء كان واحد او حاجة don't care معناها واحد او زيرو ينفعه مفيش مشكلة. هنا ده بواحد فمعناها ان احنا لازم يكون الاي دي اللي احنا عايزينه او اللي هو موجود فيه الماسك زي الاي دي اللي احنا استقبلناه، ففي الحالة دي واحد واحد معناها تمام، يبقى ما عندنا الرسالة بتاعتنا هنستقبل. لو كانت الرسالة على سبيل المثال هكذا 0 0 1 0، ففي الحالة دي لو كانت هكذا هيتعمل لها ديسكارد. ليه؟ لأن إن إحنا عندنا الماسك في البت ده عاملينه إن هو لازم يكون ماتش مع الأي دي بتاعنا، ففي الحالة دي هو مش ماتش لأن اللي استقبلناه بزيرو واللي إحنا عايزينه كان بواحد، ففي الحالة دي هيتعمل ديسكارد للرسالة. ده بكل بساطة الماسك مود. أما الايدنتيفاير ليست مود فهو لازم يكون الاي دي اللي احنا عايزينه، ما عندناش ماسك بقى، عندنا اي دي وعندنا حاجة استقبلناها، لازم يكونوا زي بعض، غير كده يبقى هنعمل له ديسكارد. ده فبيكون عندنا ليست فيها اي دي 1 2 3 ولازم اللي احنا نستقبلهم يكونوا هم الاي دي 1 2 و3، غير كده هنتجه لهم. فده لو احنا استخداماته ايه بقى، لو احنا عندنا على سبيل المثال حاجات معينه عايزين نستقبل الرساله دي وخلاص. لكن الماسك مود لو احنا عايزين نستقبل رينج معين من الرسائل
فساعتها يبقى هنختار هنعمل ماسك بحيث ان هو يدينا الرينج ده. يعني لو حبينا مثلا على سبيل المثال ممكن لو هي 3 بت مثلا او 4 بت زي كده، ممكن ان احنا نعمل دونت كير لاول 3 ونخلي دي لات بواحد. فده معناه ايه؟ معناه ان احنا نستقبل الرسالة اللي هي طبعا لازم يكون هنا البت الرابع بواحد، وهنا دولت كلهم دونت كير. فهنستقبل الرسالة اللي هما مثلا من 10 11 12 13 14 وهكذا لحد 16. فدولت اللي هما يعني هي لو كانت مثلا 1 0 0 0 دي تمام اوكي بالنسبة لنا، 1 0 0 1 دي مثلا 11 او حاجة. فده كل الرسائل دي كل الرينج ده اللي هما نلعب فيه التلاتة بت، المهم يكون عندنا البت الرابع هنا 1. فكل الرينج ده لو هو على سبيل المثال من كانوا الأول من اللي هي 16 أو 16 ديسيمال أو 10 هكس، 10 11 12 13 وهكذا لحد ما نوصل للقيمة اللي هي بي الباينري لما يبقوا كلهم بي 1. ده طبعا مثال لو بنختار الماسك بتاعنا على حسب ما احنا عايزين. بالنسبة للسكيل طبعا ده دالة السكيل المختلفين اللي احنا قلنا عليهم اللي هو 132، فده بيكون عندنا الستاندرد وبعدين الاكستندد والاي دي اي والار تي ار. الفرق ما بينه وبين التاني ما بيكونش عندنا الاكستندد كله، لا بيكون عندنا اتنين، بيكون عندنا 3 بيتس فقط من الاكستندد اللي هم بيكونوا اخر او الموست سيجنيفيكانت بيتس اللي هم اخر 3، ما بنستخدمهمش كلهم طبعا. ده لو احنا يعني لو على حسب الابلكيشن بتاعنا، لو احنا محتاجين نعمل فلترنج على الاكستندد كله فده ساعتها نضطر ان احنا نستخدم لو 132. لو احنا ما عندناش اصلا اكستندد وشغالين ستاندرد وخلاص، فساعتها ممكن نستخدم اللي هو ال 216 بت فلتر. بالنسبه لي الماسك مود والايدنتيفاير ليست مود عرفنا الفرق ما بينهم. الماسك بنستخدمه لما بنحب ان احنا يكون عندنا جروب معين او رينج معين من الرسائل وهي عايزين نختارهم، اما الايدنتيفاير بيكون عندنا رسائل محدده وعايزين ان احنا نختارها فقط. عندنا هنا الفلتر بانك ريجستر، وده طبعا بيكون في السيتنج بتاع الفلتر بتاعنا. لو هو كان ايدنتيفاير فمعناها ان لازم البت تكون لو هي كانت بواحد لازم تبقى ريسيسيف، ولو هي كانت بصفر لازم تبقى دون. يعني لازم بكل بساطة يطابق لو كان عندنا ايدنتيفاير مود، لازم الحاجات اللي موجودة هنا الحاجات اللي موجودة في الريجستر ده كله تطابق الحاجات اللي هي موجودة او اللي احنا استقبلناها في الكان بتاعنا في الاي دي بتاعنا. طبعا ده لو هو على حسب السكيل، يعني لو احنا رجعنا تاني للرسالة اللي قبليها السلايد اللي قبليها وشفنا السكيل كان ايه، لو هو كان 32 فبيكون مكان الستاندرد ايدنتيفاير من 0 ل 10، ولو هو كان كذلك 216 بت فبنروح تاني ونشوف من 0 ل 10، فمن 0 ل 10 بيكونوا هنا كده. فده الستاندرد ايدنتيفاير. الستاندرد ايدنتيفاير ده لازم لو احنا كتبنا مثلا 1 1 0 وهكذا، لازم الاي دي اللي جاي الستاندرد اي دي اللي جاي لازم يكون كذلك هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بصفر وهكذا، والا الرساله دي هيتعمل لها ديسكارد. فلازم يبقى مطابق للحاجه اللي احنا استقبلنا. لو كان ماسك زي ما قلت قبل كده، لو كنا كاتبين هنا بصفر معناها don't care، لو كنا كاتبين واحد معناها must match. don't care معناها بس أي حاجة موجودة في الايدنتيفاير اللي جاي مفيش مشكلة هنقبلها، لكن لو كانت هنا معناها بواحد فلازم إن البت ده في الستاندرد ايدنتيفاير بتاع المسج اللي جاية يكون كذلك بواحد. البت رقم 1 لازم يكون بواحد، هنا بصفر معناها البت رقم 2 اي حاجه ممكن يكون صفر او واحد don't care، البت 3 على حسب ما احنا عايزين وهكذا. ده بيخلينا الماسك مود بيخلينا او يسمح لنا ان احنا نختار رينج معين من الايديز
اللي احنا عايزين نقبلهم او نتجاهلهم او هكذا. عندنا السكيل والمود كونفيجريشن عشان نعمل سكيل ل طبعا كل فلتر بانك لازم الاول ان احنا نعمل لها دي اكتيفيت قبل ما نشتغل عليها. دي اكتيفيت عن طريق الاف اي او دي اكتيفيت بت في الاف اي ار ريجستر. عندنا السكيل ليه كذلك كونفيجريشن خاص بيه في الفلتر سكيل كونفيجريشن في الاف اس 1 ار. وعندنا المود بتاعنا سواء ايدنتيفاير ليست او ايدنتيفاير ماسك عن طريق الاف بي ام بيتس في الفلتر مود ريجستر. عندنا هنا الماس فلتر ماستر ريجستر في الكان ستارت. طبعا عندنا زي ما احنا عارفين عندنا في كان واحد وكان اتنين. بالنسبة للفلترز اللي هما من 0 ل 27 دولت شاملين للكان كنترولر كله سواء كان واحد او كان اتنين. عندنا هنا بقى الكان تو ستارت بانك دي بنحدد ايه الفلترز اللي هما هيكونوا خاصين بالكان تو. الحاجة اللي احنا هنكتبها هنا دي هتكون بداية الفلتر بانكس للكان 2. لو احنا كتبنا على سبيل المثال 0 معناها ان احنا كل الفلترز بتاعتنا هيكونوا للكان 2 والكان 1 مش هيكون ليه اي فلتر. لو كتبنا 28 معناها 28 هتكون احنا ما عندناش اصلا فلتر 28، عندنا الفلتر من 0 ل 27 فمعناها ان كل الفلترز هيكونوا ليه الكان واحد. الكان اتنين مش هيكون ليه فلترز خالص لان 28 مش موجود. طبعا بنختار اي حاجة احنا عايزينها وبتحدد بداية البانك. يعني لو اخترنا 10 على سبيل المثال، لو كتبنا 10 معناها ان احنا عندنا من 0 ل 9 ده هيبقى كان واحد، من 10 ل 27 يبقى كان اتنين. فده بيحدد بداية البنك او البنك اللي هيبدأ منها الفلترز بتوع الكان اتنين. عندنا هنا الـ init mode طبعا علشان احنا نعمل او نلعب في الفلترز بتاعتنا لازم يكونوا في الـ initialization mode. قبل ما بنشتغل بنروح حاطينهم في الـ initialization mode، وبعدين بعد ما بنخلص بنروح عاملينها بصفر. معناها ان احنا عندنا active filters mode معناها ان الفلترز دول شغالين و بيكون عندنا الاستقبال بيتعمل له فلتر. بالنسبة للكان او الفلتر مود ريجستر، الفلتر مود طبعا زي ما عرفنا بنحدد فيه المود بتاعنا. المود بتاعنا عندنا نوعين، الماسك مود و او الايدنتيفاير ماسك، وعندنا الايدنتيفاير ليست. عرفنا الفرق ما بينهم. عندنا هنا السكيل، طبعا السكيل كذلك عرفناه. عندنا الدول 16 بت والسنجل 32 بت. الفلتر اكتف دي طبعا بنختار فلترز معين. طبعا لازم الاول يكون عندنا الفلتر اكتف مود ده بناء للكل، لكن بعد كده علشان نخلي بقى ناكتيفيت كل فلتر بنختار البت بتاعته. لو هي بصفر معناها الفلتر نوت اكتف، لو هي بواحد معناها الفلتر اكتف. عندنا هنا ملخص بقى للكلام اللي احنا قلناه كله. عندنا حاجتين، اول حاجة الفلتر سكيل يا اما بواحد او يا اما بصفر. واحد عندنا سنجل ده اللي هو 132 فلتر، ده هنا 32 وده هنا كذلك 32. دولت بيعتبروا كأنهم فلتر واحد لو كان المود بتاعنا ماسك. لو كان ايدنتيفاير بيعتبروا اتنين فلتر، ده بيحدد الفلتر نمبر. الفلتر نمبر طبعا احنا عندنا عدد الفلتر الرئيسي او الثابت بتاعنا اللي هو من 0 ل 27. ايه الفلتر نمبر بقى؟ الفلتر نمبر ده بناء على الكونفيجريشن بتاعنا، يعني هيبدا من 0 لكن مش شرط ان هو ينتهي، ممكن يزيد عن 27 او 28 وهكذا. شفنا هنا في السكيل بتاعنا عندنا سنجل وعندنا دول. الدول اللي هما زي ما احنا شايفين 2 16، هنا 1 32. ده طبعا السكيل بتاعنا اللي بيحدد فين الداتا بتاعتنا او فين الاكستندد ايدنتيفاير والستاندرد ايدنتيفاير وهكذا. هنا السكيل بتاعنا. بالنسبه للمود عندنا في نوعين، في اللي هو الايدنتيفاير ماسك والليست. يبقى عندنا الماسك مود والليست مود، عندنا الماسك مود وعندنا الليست مود. لو عندنا الماسك مود يبقى
هيكون طبعا احنا عندنا 2 لكل بنك، يعني دي مثلا بنك فلتر بنك ان اللي هي هتبدأ مثلا لو افترضنا ان هي 0، ففي الحالة دي الفلتر بنك بتاعتنا هيكون الاتنين الريجستر اللي هم فيها، هيكون الريجستر الاولاني هيبقى فيه الاي دي، والفلتر التاني هيكون هو الماسك، الاي دي اللي احنا عايزينه والماسك اللي احنا هنقارنه بيه، او ايه اللي هيقول لنا لو كانت بواحد معناها ماست ماتش، لو كانت بزيرو هيقول لنا دونت كير، وبنقارنه بالاي دي اللي احنا عايزينه. فده عندنا ده كله الاتنين ريجستر مع بعض دول بيعتبروا فلتر نمبر 1 او زيرو او هكذا. لو هو هيبدأ بزيرو يبقى هنبدأ العدد بزيرو، لو افترض ان ده اول حاجة عندنا يبقى كده زيرو. لو كان عندنا ليست مود، الليست مود يكون فيها 2 كذلك، بس لكن الاتنين كل واحد منهم هنحط فيه اي دي، يبقى عندنا هنا اي دي وعندنا هنا اي دي تاني. فكل واحد منهم لو احنا عندنا حاجة جاية لنا لازم يا اما يساوي ده او يا اما يساوي ده، لو ما بيساويش ده ولا ده بنشوف طبعا لو هل يساوي التانيين، لكن لازم يكون واحد من الاي ديز اللي هم دولت مطابق للاي دي اللي جاي، مش شرط الاتنين دولت بس، لا ده كل الفلترز والا هيتعمل له ديسكارد. فده الليس ايدنتيفاير ليست. الايدنتيفاير ليست بتدينا كاننا عندنا 2 فلتر، لكن هنا ده كله ده بيعتبر كفلتر لوحده. ليه؟ لان هو يعني اي دي وماسك، لكن هنا يعتبروا 2 فلترز مستقلين. ممكن كذلك يكون عندنا رسالتين، ده يتعمل هنا مثلا اوكي لو هما مختلفين، طبعا ممكن واحد يعمل اوكي والتاني يعمل نوت اوكي، فيعتبروا كاتنين فلتر مختلف. ففي الحالة دي عددهم بيكون كالاتي، يبقى عندنا هنا مثلا ده عدناه كان ان بصفر، وبعدين هنا يبقى ان وان زائد واحد. يعني لو افترضنا ان احنا مثلا دولت الفلتر بنك بتاعتنا، وده كنا قلنا صفر، يبقى ده هيبقى بواحد، ده هيبقى باتنين وهكذا. في حالة هيبقى نفس الفكرة في حالة ال 16 بت، الاي دي والماسك هيعتبروا هما الاتنين فلتر واحد، هنا كذلك الاي دي والماسك التانيين بقى يعتبروا كذلك فلتر تاني، لان هما يعتبروا حاجة مستقلة بذاتها. لو كان ايدنتيفاير ليست هيكون عندنا هنا 4، 1 2 3 4، هيدينا كأننا عندنا 4 فلترز مستقلين بذاته. طبعا الفلتر نمبر ده هو مش او مختلف خالص عن الفلتر بنك، يعني الفلتر هنا دي ممكن تكون الفلتر بنك واحد، ولكن لو افترضنا ان احنا عندنا مثلا اول حاجة بالفلتر بنك صفر، دي كلها كانت الفلتر بنك صفر. الفلتر بنك صفر ممكن نلاقي فيها فلتر رقم صفر، ممكن نلاقي الفلتر رقم واحد. فالفلتر بنك الفلتر بانك نمبر والفلتر نمبر حاجتين مختلفين، ناخد بالنا من الموضوع ده. طبعا بنستقبل الداتا وبتجيلنا بعد كده في الداتا ريجستر، بنبقى عايزين نعرف الداتا دي استقبلناها من اي فلتر، او فين الفلتر اللي حصل له ماتش وقال لنا او دخل لنا الداتا. ده عن طريق ان احنا الفلتر ماتش اندكس بيقول لنا رقم الفلتر اللي احنا استقبلنا من خلاله الداتا. ده بنحتاجه ليه؟ ان احنا ممكن على سبيل المثال عندنا اكتر من فلتر، وعايزين ان احنا نعرف فين الداتا اللي احنا استقبلناها من فلتر رقم 5 ومن فلتر رقم 6، فممكن نشوف الفلتر ماتش اندكس. طبعا الداتا اللي احنا استقبلناها من فلتر 5 او من فلتر 6 بتكون برضو عارفينها كان فيها ايه الايدنتيفاير اللي احنا، او ايه الجروب بتاعت الايدنتيفايرز اللي احنا عملنا لهم فلترنج، علشان كده بنقدر نحصر الداتا. يعني لو افترضنا ان فلتر 5 دولت بيكون الاي ديز من 5 ل على سبيل المثال من 5 ل 10، فبنبقى عارفين دولت اللي هم دلاله على مثلا التمبريتشر، فالتمبريتشر بتكون دلاله على ان احنا نعرف الفلتر ماتش اندكس بتاعهم اللي هو كان مثلا 5، يبقى كل الرسائل اللي حصل لها فلتر ماتش اندكس او الفلتر ماتش اندكس بتاعها 5 بيكونوا خاصين بالتمبرشر. فبيسهل علينا الموضوع شويه لما بنيجي نقرا الداتا ونحطها او نخزنها في الميموري بتاعتنا. كذلك ممكن الفلتر ماتش اندكس ده ممكن نستخدمه كانه اندكس للاري، ولما يتحفظ نروح عارفين
فين الرسائل اللي خاصة مثلا بالاندكس او بالتمبريتشر، عن طريق ان هي كان الفلتر اندكس بتاعها معروف، فنروح ليه مكانه في الاراي الفلتر اندكس 5 مثلا في الاراي، ونروح مطلعين الرسائل اللي احنا عايزينها. احنا قلنا كذلك عندنا كذا كونفيجريشن للفلتر، عندنا السكيل وعندنا المود. وبيحصل الفلتر طبعا، عشان بيكون ترتيب الفلترز لازم بيعدي على اول حاجة على حاجة معينة، سواء سكيل سواء مود. طبعا السكيل مش هتفرق، المهم المود. المود اللي هو يا اما ايه، يا اما ماسك او يا اما ليست. فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الاول ان هو لو عندنا السكيل بتاعنا، السكيل بتاعنا يا اما 32 يا اما 16. فاللي بيحصل ايه؟ لو احنا عندنا 32 فده بيكون ليه اولوية اكتر من ال 16. لو احنا عندنا ما لو عندنا ليست بتكون ليها اولوية عن ان احنا، طبعا ده في حالة ان هما الاتنين ليهم نفس السكيل، لكن لو واحد ليه سكيل اعلى من التاني لا، يبقى هنخش على السكيل على طول، هنتجاهل المود بتاعه. لو السكيل كان زي بعض يبقى هنبص مين اللي ليه ليست ايدنتيفاير، هيكون هو ليه بريوريتي اوفر للماسك مود. طب لو افترضنا ان ليهم نفس السكيل وليهم نفس المود، يبقى ساعتها هناخد الفلتر نمبر بتاعه اقل، اللي ليه فلتر نمبر اقل يبقى هو اللي ليه هاي بريوريتي. هنا شايفين في الشكل اللي قدامنا، بنخش الاول على الايدنتيفاير ليست، لان احنا طبعا ده في حالة السكيل كان واحد. احنا عارفين الايدنتيفاير ليست زي ليها بريوريتي اعلى من الماسك ريجستر او الماسك مود، ده في حالة ان السكيل واحد. فده هنا حصل، شايفين في الشكل اللي قدامنا ده حصل ماتش هنا في الايدنتيفاير رقم 4، ده حصل له ماتش فوديناه في الفيفو اللي هو المكان اللي بنخزن فيه، وفي نفس الوقت خزننا الفلتر نمبر. الفلتر نمبر ده طبعا موجود في علشان ان احنا لو عايزين نستخدم الفلتر ماتش اندكس بنقراه وبنعرف ايه الفلتر او رقم الفلتر اللي حصل له ماتش، وادانا او الرسالة اللي موجودة حاليا في الفيفو بتاعنا بتدل على او ايه الفلتر اللي عدت من خلاله علشان راحت للمكان اللي هي فيه او متخزنة في الفيفو. لو ما حصلش ليه الكلام ده المسج بيحصل لها ديسكارد. عندنا هنا الداتا لينث ريجستر او داتا لينث كنترول وتايم ستامب ريجستر، وده في الفلتر ماتش اندكس، ده طبعا في رقم الفلتر. الفيفو اساينمنت، لان احنا عارفين عندنا اتنين فيفو وكل فيفو منهم في ثلاثة اماكن او في ثلاثة اماكن لتخزين الرسائل، فممكن بنختار كل فلتر لو طبعا عدت الرسالة من الفلتر بتروح لأي فيفو، فيا إما تروح لفيفو واحد أو يا إما تروح لفيفو اتنين، ده بنختار طبعا لكل فلتر اللي هما من 0 ل 27. بالنسبة للإيرور هاندلنج، طبعا كده خلصنا الريسبشن وعرفنا إيه اللي بيحصل. اللي بيحصل إن عندنا فلترز، الفلترز دولت من 0 ل 27، نعمل ملخصهم تاني هنا. الفلتر دولت من 0 ل 27، عندنا 28 فلتر، كل فلتر منهم في 2 32 ريجستر، ده 32 وده 32. الفلترز ممكن يكون الكونفيجريشن بتاعهم يا حاجتين، يا اما عن طريق ان احنا نعمل لهم سكيل، ليهم سكيل، السكيل يا اما سنجل او يا اما دبل. وعندنا كذلك لكل فلتر مود، المود يا اما ماسك مود او يا اما ايدنتيفاير او ليست مود. عرفنا طبعا الفرق ما بينهم وده كان الملخص. عندنا كذلك الفلتر ماتش اندكس، ده في الاندكس بتاع الفلتر او رقم الفلتر اللي الرساله عدت من خلاله. هندخل دلوقتي بقى على الايرور ستيت دايجرام. طبعا عرفنا في الكان ان احنا عندنا لكل نود ليها ثلاث حالات، يا اما ايرور اكتيف، ايرور باسيف او باس اوف. ايه الايرور اكتيف؟ لو الكاونترز كانوا اقل من 128 ده هيكونوا ايرور اكتيف.
لو كان الـ Transmit Error Counter و Receive أو الـ Receive Error Counter أكبر من 127 هيكونوا Error Passive. لو احنا كنا في حالة Error Passive وحصل فقط الـ Transmit Error Counter زاد على الـ 255 يبقى هنروح لحالة Passive. في حالة الـ Error Active بنبعت الـ Error Active Flag، في حالة الـ Error Passive بنبعت الـ Error Passive Flag. علشان نروح للباس اوف، طبعا الباس اوف ساعتها مش هنقدر نشارك في اي كوميونيكيشن. بالنسبه لي الايرور باسيف او الايرور اكتيف بنشارك عادي في الكوميونيكيشن، ممكن نستقبل وممكن نرسل وهكذا، ولكن الاختلاف فقط هيكون لما بيحصل ايرور بنبعت يا اما ايرور اكتيف يا اما ايرور باسيف فلان. لو احنا باس اوف احنا يعتبر كاننا مش موجودين، ولا بنبعت ولا بنستقبل ولا بنعمل اي حاجه خالص. علشان نرجع تاني نبقى اكتيف طبعا من الباس اوف ما ينفعش نرجع ليه ايرور باسيف، لا لازم نرجع ليه ايرور اكتف. بنعمل ايه؟ بنستقبل 128 مره 11 كونسيكوتيف ريسيسيف بيتس، معناها استقبلنا 11 سوري 128 11 مره هاي. فكده في الحاله دي يبقى قدرنا ان احنا او جاهزين ان احنا نرجع تاني لايرور اكتف، وطبعا الكاونترز بتعمل لهم ريسيت، وبنقدر بنبعت او نبدا ان احنا نشتغل عادي من الاول. وطبعا الكلام ده لو حصل ريسيت او كذا بيحصل كذلك ان احنا بنروح للايرور اكتف. عندنا الكان كنترولر بتاعنا بيدينا او بيخزن لنا الكاونترز دولت في الستيتس ريجستر، الايرور ستيتس ريجستر. عندنا الترانسميت كاونتر والريسيف كاونتر، نقدر نعرف حاله النتورك بتاعتنا علشان نقدر ان احنا نعرف هل في ستابيليتي او لا للنتورك بتاعنا. طبعا لو كان في ايرور كتير يبقى النتورك بتاعتنا مش حلوه ومش ستيبل. عندنا هنا الكان ايرور ستيتس ريجستر، وفي الايرورز كاونترز اللي احنا اتكلمنا عليهم للريسيف والترانسميت. عندنا كذلك اللاست ايرور كود، ده بيقول لنا ايه الايرور اللي حصل، يا اما نو ايرورز ستاف ايرور، طبعا عارفين الستافنج اتكلمنا عليه، الفورم كذلك، والاكنولج اتكلمنا على الايرورز دولت قبل كده، والسي ار سي ايرور في الدرس الخاص في الكيان سبيسيفيكيشن. عندنا الستاتس ريجستر، ايرور ستاتس ريجستر كمان في فلاجز بتقول لنا حاله يعني عندنا لو في النود بتاعتنا في باس اوف بنلاقي هنا الباس اوف فلاج، عندنا كذلك الايرور باسيف فلاج، وعندنا طبعا ما عندناش الايرور وورنينج لان هي لو يا اما كانت باس اوف او ايرور باسيف، لو ساعتها لو هما الاثنين بصفر فهتكون ايرور اكتف. لكن عندنا الايرور وورنينج فلاج لما بنلاقي ان الايرور كاونترز بتاعتنا زادوا على ال 96، فمعناها ناخد بالنا ان احنا داخلين على حاجه مش حلوه، ناخد بالنا ان احنا بيحصل عندنا وورنينج واحتمال النود بتاعتنا تروح للايرور باسيف، يعني حاجه بتتنبأ قبل ما نروح للايرور باسيف، ناخد بالنا ان في حاجه وحشه ممكن هتحصل قريب وممكن تؤدي ان احنا نروح للايرور باسيف. عايزين نعمل ريكفري من الباس اوف، طبعا عرفنا ان احنا من الباس اوف بنروح ل ما ينفعش نروح للايرور باسيف، بنروح فقط للايرور اكتيف. من الباس اوف ريكفري عندنا حاجتين، يا اما ان احنا نروح مانيوالي او يا اما نروح اوتوماتيكلي. اوتوماتيكلي زي ما قلت اللي هو 11 مره، سواء اوتوماتيكلي او مانيوالي لازم ان احنا ننتظر 128 11 كونسيكوتيف ريسيسيف بيتس. لو اوتوماتيكلي ساعتها اول ما الكلام ده يحصل هيروح الكنترولر مدخل لنا على الايرور، لكن لو هي سوفت وير ريكويست بعد ما نستقبل ال 128 مره 11 ريسيسيف كونسيكوتيف لازم السوفت وير يدي الاوكي هو كمان علشان يخلي الكان كنترولر يروح للايرور اكتف، ده عن طريق الاي بي او ام في الماستر كنترول ريجستر. وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا ال 128 مره في ال 11 كونسيكوتيف ريسيسيف بيتس. هنا موجود البيت طبعا دي زي ما قلنا بتحدد يا اما بنروح لل بنسيب الباس اوف ونروح للايرور ايرور اكتف، يا اما عن طريق السوفت وير ريكويست او يا اما عن طريق المانوالي، وفي كلتا الحالتين لازم نستقبل 128 11 consecutive recessive bits على الار اكس.
عندنا البيت تايمينج، اتكلمنا على كذلك على الموضوع ده في آخر حاجة كانت خاصة بالكان سبيسيفيكيشن. عرفنا ان احنا عندنا واحد بيت تايم بنقسمه لأربعة سيجمنتس. الجزء الأولاني كان السينك، وده كان فيه بروباجيشن ديلي، وده كان لتصحيح الفيز سيجمنت. فده كان سيجمنت واحد وده كان سيجمنت اتنين. كان عندنا هنا ال sample point. في الكان كنترولر بتاعنا عندنا الموضوع مختلف شوية. عندنا synchronization segment اللي هي أول واحدة دي زي ما موجودة في الكان. البروباجيشن ديلي والسيجمنت واحد دولت موجودين في سيجمنت لوحديهم، والسيجمنت دي بنسميها البي اس واحد او البيت سيجمنت رقم واحد، والسيجمنت التانية اللي هي البيت سيجمنت اتنين. لو احنا طبعا احنا بيكون دايما متوقعين ان الايدج بتاعتنا بتحصل في السينك سيجمنت، ممكن تكون متأخرة شوية يعني تيجي هنا. في الحالة دي طبعا بيكون عندنا هنا فيز ايرور بنعمل له كوريكشن، وممكن اوتوماتيكلي بقى بنروح مزودين البي اس واحد. ففي الحالة دي هنعمل ايه؟ هنروح مزودين البي اس واحد لان احنا عندنا تأخرت شوية، فالسامبل بوينت بتاعتنا هتتغير. لو كانت بدري شوية كنا متوقعينها بدري، يعني حصلت ما حصلتش، المفروض ان هي بتحصل الايدج بتحصل في السينك، حصلت في الحالة الاولى في البي اس واحد. هنا دي هتبقى قبليها كده، دي البي اس اتنين بتاعة الفريم اللي قبليه او بتاعة البت اللي قبليه. فهنلاقي ان السينك او الايدج حصلت في البي اس تو. ففي الحالة دي هنعمل ايه؟ هنقلل البي اس تو بتاعتنا، فساعتها البي اس تو بتاعتنا هتقل شوية بالمقدار. طبعا ليه؟ لان هي عندنا الايدج بتاعتنا جت بدري شوية، يعني كأننا زحزحنا الفريم بتاعنا الناحية دي شوية، كله زحزح الجزء ده كله اتزحزح للجزء ده. لو الحالة التانية العكس هيبقى كأنه اتزحزح الناحية دي، فده اللي هو الاوفست بتاعنا بنعمله كوريكشن عن طريق السيجمنت واحد والسيجمنت اتنين، واتكلمنا على الكلام ده قبل كده في الجزء الخاص بالكان. الكلام ده بيحصل ايه عن او عن ايه الجزء ده؟ ده طبعا المقدار الاوفست ده بيكون بيتحدد عن طريق resynchronization jump width. دي بتحدد هل البي اس واحد بيحصل لها اكستنشن او بتزيد، او البي اس تو بيحصل لها shortening او معناها بتقل. فده عن طريق دي طبعا ممكن يحصل على حسب او الماكسيمم بتاعه الحاجه اللي احنا محددينها في resynchronization jump width. طبعا البيت تايمينج لازم ان هو بيعمل مونيتورنج دايما للباس، وبيقدر ان هو يحدد وي اوتوماتيكلي ديتكت الحاجات دي، وبيحدد فين مكان السامبل بوينت. بالنسبه لي السيجمنتس والحاجات دي بنقدر ان احنا نعمل لها كونفيجريشن. هنا زي ما احنا شايفين عندنا السينك سيجمنت دي تعتبر تايم كوانتا، في تايم لي البي اس واحد والبي اس اتنين بنعمل لهم كونفيجريشن هكذا. التايم كوانتا دوت بتاعتنا دي بتحدد، بنكتب طبعا في الريجستر بتاعنا بنكتب الباود ريت اللي احنا عايزينه، وعندنا الكلوك الخاصه بالاي بي بي كلوك، بناء عليه بنحدد التايم الخاص بالبيت. طبعا لا سوري، مش التايم الخاص بالبيت، ليه التايم الخاص بالكوانتا. البيت بتاعتنا ممكن تكون اكتر من الكوانتا. ده النومينال بيت تايم للبيت بتاعتنا. عندنا هنا واحد في تي كوانتا، ليه؟ لان السينكرونايزيشن سيجمنت بتكون كوانتا واحده، وعندنا التايم للبي اس واحد والتايم للبي اس اتنين، فده بيحدد كله البيت تايم. التايم بتاع البي اس واحد بنحسبه عن طريق المعادله دي، بنكتب حاجه في التي اس واحد الكونفيجريشن اللي احنا كاتبينه، وبنكتب كذلك كونفيجريشن، يعني كل حاجه ممكن ان احنا نعمل لها كونفيجريشن. بنعمل كونفيجريشن للتايم بتاع البي اس واحد، بنعمل كونفيجريشن للتايم بتاع البي اس اتنين، التايم كوانتا بنعمل لها كونفيجريشن عن طريق الباود ريت اللي احنا عايزينه، وعن طريق الكلوك الخاصه بالبي بي كلوك، وبناء عليه بنروح مطلعين الباود ريت بتاعنا ومطلعين منه البيت تايم.
الحاجات دي تراد طبعا بنلعب فيهم على حسب الهاردوير بتاعنا وعلى حسب الحاجة اللي ألاوت بيه عن طريق اللي هو الترانسيفر. عندنا هنا الريسنكرونيزيشن جامب ويتس دلوقتي اتكلمنا عليها، ده المقدار اللي هو بتزيد او المقدار اللي بيزود البي اس واحد وبيقلل البي اس اتنين، ده بنحدده عن طريق البيتس اللي هم الريسنكرونيزيشن جامب ويتس، بنكتب فيهم الحاجة اللي احنا عايزينها. عندنا كذلك التايم سيجمنت 2 التايم سيجمنت 1، وعندنا الباود ريت بريسكيلر، كلهم بنستخدمهم زي ما شفنا في المعادلة اللي قبل كده عن طريق نحدد اللي في النهاية نقدر نحسب منها الباود ريت اللي احنا عايزينه. هنشوف الكلام ده المرة الجاية بالتفصيل، ازاي نعمل لهم كونفيجريشن علشان نختار او نحدد الباود ريت بتاعه. قبل كده نكون وصلنا لنهاية كلامنا النهاردة، خلصنا الكان كنترولر، شفنا المرة اللي فاتت الترانسميشن، واتكلمنا المرة دي على الريسبشن والايرور هاندل. المرة الجاية هيكون عندنا مثال عملي، وبعدها بعد ما يكون خلصنا طبعا هننتقل لتوبيك جديد. إلى اللقاء إن شاء الله المرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.